سماحة الشيخ أحمد بيت صديقنا، حضرة الإخوان، أول شيء شرف كبير لإلي كون موجود اليوم بيناتكم على هالمنبر بهالذكرى هيدي الأليمة. بدي أشكر صاحب الدعوة أحمد بيك أسعد يلي فتح لي مجال ولدعوته اليوم لإلي لكون موجود بيناتكم بهالمجلس العشاء بهالمجلس العزاء العشاء العاشورائي اليوم. أنا يمكن صحيح من ديانة أو من ثقافة مختلفة، ولكن رح أسمح لحالي لو سمحتوا إلكون شو بتعني لي لإلي عاشوراء. عاشوراء أو مسيرة الحسين ومسيرة المسيح بيشبهوا بعضهم كتير، وخاصة بنهاية حياتهم. عاشوراء عشرة أيام، منوصل عشرة أيام من الصمود والتضحية، نوصل بآخرهم فيها لاستشهاد الإمام الحسين. مش عم بعمل مقاربة أو مقارنة، ولكن في الديانة المسيحية عنا كمان الجمعة العظيمة نتذكر فيها 14 مرحلة بتنتهي كمان بصلب وموت المسيح على الصليب. صحيح انه عاشوراء هو الحدث التأسيسي للوجدان الشيعي، ولكن انا بشوف ايضا بهذا الحدث وبهذه الذكرى رمزيات عديدة ومعاني عديدة. من ميلي بشوف فيها أو منشوف كلنا الظلم، الاستبداد، الفوقية، الكبرياء، القهر، التسلط، الإجرام والعنف. هيدي من ميل، ولكن من ميل آخر بشوف فيها البراءة، بشوف فيها الضعيف، المظلوم، الضحية، الشجاعة، الاستبسال، وأهم شيء الشهادة. الشهادة من أجل الحق، الشهادة من أجل الإيمان في قضية. هيدا نفس المعاني يلي استشهد من أجلها يسوع المسيح، يلي كان عم بيشهد كمان للحق وكمان للعدالة وكمان للحرية وحرية شعبه. هالمعنيين أو هالمفترق طرق إذا فينا نقول، أو هالمعسكرين، إذا اليوم بهالمجتمع يلي عايشين فيه يلي فيه كتير شر، بدنا نجي نخير الواحد بين هالمعسكرين هول، بين معسكر الظلم، بين معسكر القهر والموت والتسلط والفوقية، ومن ناحية أخرى الشجاعة والاستبسال والشهادة. إذا اليوم بدنا نجي نخير المواطن، يمكن بالوقت يلي عايشين فيه نحن اليوم بهالزمن هيدا يلي صار فيه تدهور للقيم، يلي صار فيه استقواء للموت وللشر، يمكن البعض بيختار الفئة الأولى، ولكن أنا أكيد
انه الطائفة الشيعية وخاصة انتو ما ممكن تختاروا الخيار الاول، لانه انا اكيد انه يلي بيتبع قضية هالقد محقق بده يكون هو كمان بده يكون يشهد للحق وللقيم. انا امنيتي اليوم انه تتحرر طائفة الشيعية من الجماعة يلي سطوا عليها وترجع قيما. أمنيتي إنه ترجع وتتحرر الطائفة الشيعية من الجماعة يلي سطوا عليها وترجع قيمها، قيم الوطنية اللبنانية، قيم جبل عامل، قيم سماحة الإمام سماحة الإمام محمد مهدي شمس الدين، قيم أحمد بيت أسعد، قيم الوطنية الحقيقية. عاشوراء هو انتصار الضحية، انتصار كل ضحية حملت قيم ومبادئ. اليوم إذا مننظر للشيء يلي عم بيصير إلى جانبنا، إذا مننظر إلى سوريا، إذا مناخد مثل الشعب السوري يلي اليوم عم بيندبح، يلي اليوم عم بيندبح، يلي عم بيعيش كربلائه، الموقف الطبيعي للطائفة الشيعية انه تكون الى جانبه، الى جانب المظلوم. هيدا الشعب يلي عم بيعيش اليوم كمان كربلائه، الموقف الطبيعي للطائفة الشيعية انه تكون واقفة الى جانبه، الى جانب المظلوم، الى جانب يلي عم بدافع عن قيمه، عن حريته وعن الحق تبعه. ما فيها تكون اليوم اي طائفة وخاصة الطائفة الشيعية ما فيها تكون مع السفاح، مع المجرم، مع المستكبر يلي عم بينكل وعم بيدبح شعبه كل يوم. بعاشوراء في صرخة بوجه الظالم، حاشا أن تكون الطائفة الشيعية في موقع الظالم، فهذه ليست عاشوراء. الإمام الحسين وعاشوراء تعني أن لا تقهر الناس، أن لا تقتل، وأن لا تقتل 100 مواطن بريء بشوارع بيروت بغزواتها المجيدة. الإمام الحسين وعاشوراء تعني أن لا تبيع الأدوية الفاسدة واللحوم الفاسدة. الإمام الحسين وعاشوراء تعني أنه ما تجر بلدك وشعبك إلى حرب عباسية ثمنها باطل، وأن تعود وتعتذر لو كنت أعلم. الإمام الحسين وعاشوراء بيعني أيضا أن لا تستولي وتنهب المال العام. الإمام الحسين وعاشوراء بيعني أيضا أن لا تقتل وأن لا تهرب من العدالة، أن تكون ذكرى الحسين وعاشوراء، هيدي أمنيتي وأمنيتنا جميعا، أن تكون ذكرى الحسين
وذكرة عاشوراء لبنانية قبل كل شيء آخر، أن لا تستعلي وأن لا تظلم، أن لا تقهر، لبل على العكس أن تحب وتتواضع. أنا اليوم بدي أشكركم، بدي أشكر بعد مرة أحمد بيك لدعوته، وبدي أقلكم أنه نحن بهيدا الوطن بهيدا الرسالة يلي عنا إياها مشتركة مع بعضنا، نوقف إلى جانب الحق، ونوقف إلى جانب الحرية، ونوقف إلى جانب العدالة. هيدي قضيتنا في لبنان، أمانة إلى كل الأجيال وإلى كل الطوائف وإلى كل المذاهب اللبنانية. هيدي أمانة بين إيدينا، أمانة بين إيدين هالشباب، إنه نبقى إيد وحدة ندافع عن الحق، ندافع عن قضية حقية، ندافع عن حريتنا، وندافع عن المحبة اللي موجودة بين بعضنا. هي تعلمت أنا بطايفتي بمذهبي من تعليم المسيح، هيك أنتوا اليوم عم تتعلموا وتعلمتوا من عاشوراء ومن الإمام الحسين، وإن شاء الله منضل مع بعضنا مجموعين على هالأرض المقدسة يلي اسمها لبنان، ويلي هي كلنا سوا بدنا نتشارك فيها، ليكون فعلا في حرية وأمان وأمل للبنان وللأجيال الجديدة.